السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى هذا مركز الدعوة في الفلي ماركت الموجود في مسيساغا. هذا السوق يعني فيه كثير من المحال والمتاجر. بفضل الله مركز دار التوحيد وصلاح الدين يعني فتحنا هذا المركز ونعطي الناس يعني معلومات عن الإسلام. وبعض الناس يتوقف ويسأل عن الإسلام والبعض الآخر يأخذ الطيبات، وكل هذا جهد في سبيل الله تعالى، ونرجو أن يكون في ميزان حسنات القائمين عليه إن شاء الله جميعا لكل من يتبرع في هذا السبيل لنصر دين الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. هناك الكتب وبعض الطيبات الصغيرة وبعض الأقراص المدمجة التي عليها معلومات عن الإسلام، نوزعها مجانا للمسلمين وغير المسلمين حتى يعرفوا عن هذا الدين ونصح المفاهيم. وأعان الله وإياكم على فعل الخير. محمد سليمان، ميسيساغا، تورونتو، أونتاريو.